رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وليحاك دحجرنا كتاب في حسن المسلم كأركارتي كتاب كإيس النضع دعاء نباح الكلاب يا هدي أي قيليان بالليل هبينك وحي لقد عيسان لها إذا سمعتم بوناي نبيك هتاد مقشان نباح الكلاب إيها قيل ذئي والنهيق الحمير ضمير كقيل ذي سب الليل هبنك فتعوذوا بالله إلهي مغنقل منهن حق وذوايا فإنهن أيغو يرين وحي أركين ما لا ترون وحذا أذنك أركين مني وحذا إذنك أجيذن أي أيغو أجيذن أي أركين معنى شيطان كاللو لجيذن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم شيطانك قبيلة ذي سميل إيسا إذنك كأركين أي إذنك أركا يا مولاي إلهي مركا إيه قيلة ذي سئية تمرك قيلة ذي صلى الله إلهي أي لغا مغان قلا ديقا وحان صوت الماني حتي أو قيلية إلهي فضلك سوي ديست ملك أيو أركي دمير هدو قيلية فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطان شيطان أيو مركا أركي دمرك إيغانا والا ميد سيدا درتيد ايا حديث او حنوات الماما يا دعانا إلا قد عزتو او معناها لغوضا إل إلهي لغمغا قال سبحانه وتعالى الدعاء دعوة يلي من سببته قفك العيسو مثلا قفك مسلم كا وحادع كرتمرك قبل كميدة إني قلطات كدعان إني شدمئي أفلقا دنو عاسي كدع ذو قال صلى الله عليه وسلم الرسول كوحو يري اللهم إلهي فأيما مؤمن مؤمن والبأو سببته أن آيي فجعل ذلك وغادك أرنت له أصغى قربة رواش إليك حقاق يوم القيامة ما لنت قيامها رسول كوحو نبرا يا دعادي أن كنت حيثا لين حدي شطمئي أفلقات أي نقد عذا قف مسلم دحديد وحدنا هذا إلهي مؤمن والبا أفلقات أن قاسي إنو كوغسو نوى ذا مركا أغادك يوم القيامة ما لنت قيام وطوابي أجر كسي ما يقول وعوده لها المسلم قفك مسلم كإذا مدح المسلم مركا أو مسلم أمانا يوم وحاد ربطا إنا قف أمانته سيد مركا ديه لهين قال صلى الله عليه وسلم رسولك وحويري إذا كان أحدكم أحدين هديء أهانا يماتحا قف أمانا يساحبه ساحبك سواء إنو إسكتا فهدو نابي ويو لا محالة شكل أن أي نقطه أو لغا مرمي ويو فليقل هير هذا أحسب فلانا هبل والأم لينا يا والله حسيبه إلهي أي حسابه سئه إنه هبل في أي هي أوقف في أي هي أي أحسابنا إلهي أي سرتي سؤك والله أزكي أؤمان ما يا على الله إلهي كركيس أحد أحد أن أمان يمجر أحسبه وأن أمالين يا إن كان واحدي يعلم أو يهي متكؤك ذاك سرا إنو يهي كذا وكذا أيو يهي دي إبل والله صاف يصاف إنو يهي أيان أمالين يا وأحسبه إن أدبرك نهضو إلهي بحسيبه سا إلهي أحد أن أمان يمجر سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى نبدينا الطاهرين الإلهي أي يقان قفك تقيق أه أي عبسنا مركا قصعدين إلهي أسقى مركا يقان سيدا درت القفك إنو قفك لأمان وممنوع هدي لغا ممارمان أي نقطو قفكا إلا أمان مئه فك لحالط أي نقويسو والله هب القفك عن إنو يهانو أركاني إلهي باس حسيبه سا ما يقول المسلم مسلم كوحوته لها إذا زكي هدي لتسكييو هذه الأمانة والله أمانة سيدة هيسا ما أنت أمانة وحاك قادنا كبير إسلوين اللهم لا تؤاخذني به إلهو ها إقبر بما يقولون وعيابها أي إلهيا أم أي كحطليا واغفر لي إذا ما لا يعلمون وحيسا إذا أغي وجعلني خيرا مما يظنون
khair iga digu waxay iga malaynaya malaha ay ii malaynayaan khair iga dig ii dambi dhaaf dambiga aan sameeyo ii ku aysan ogeyn oo igu kor amaanayaan sida ayuu qofku dhahaa haddii markaa la amaano allahuma laa tu'aakhidni ilaahayow ha ii qabanin bimaa yaquuluuna waxa ay ku qowlayaan waqfir lii maa laa yaclamuuna waxaysan ogeynna iiga dhaaf wajacalnii iga yeel khayran mimaa yadunnuuna waxay ii malaynayaan kayfa yulabbii sidee buu u talbiyaysanayaa almuxrimu qofka muxrimkaa filxaji aw ilcumrati xajka iyo cumrada cumrada talbiya loo baahan la fahanteeda dadka gobolka mida ma ku baraarugsana in la beeg la akrinaya cumrada marka la cumraysanayo waa la talbiyaysanaa waxaad leedahay labbayka allaahuma labbayka labbayka laa shariika laka labbayka إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك كو أجيبي إلهي اللهم إلهي لبيك وكو أجيبي لبيك أجيبت أيكو أجيبي إلهي لا شريك لك وعشركي أوكو سرناضي مجرى لبيك وكو مغلو وكو أطيحو وكو أجيبي إن الحمد مهدئي والنعمة نم عبا لك أذيغي كوسغناتي والملك ملك بلا شريك لك وعشركي أو كوسغناتي مجر غفكو مركو حجينا يأو عمري سراي ساسو تلبية أو أخرنا غفكو وإنو حجك حرتا عمرنا نحستا لبيك حجد أما لبيك عمر إلهي يو عمر أيان حرتي أونك أجيبي مركا كذب لبيك اللهم لبيك أغري لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك المرواقي كرتا مركا أد عمري سنيسو أما حجك قفكو إنو كعل إلية البيرة لو باهيهي إلا لغا قارا مالنتا إلا لغا قارا نقاح تورتك ولو حيدين عرف مركا لغا صوتك أي تلبيه دو قضاء ولو حيدين نقحانتا تورشاتي دا صباح دي مركا لغاري قئيسا الله أكبر إسكو بدليسا مالنتا عيدا أو تكبيرتا لأخرنا سيد إله تلمامي سبحانه وتعالى مع ذلك تكبيرتا مالنتا عيدا ساسي كوبي لابتا مالنتا طبناتك مركا عمره دا حيرتا أول لبيكتا آت أخرصو ورد أسي سعني سا عمرضا ذات آذي سا عمرضا عمل بضان معها وحال غاربا إنت آذان بحين إنا تشرد ذا أطهد إلهي اللهم إني اللهم إنما حلي إلهي مكانك أنكو حلال لوا يوا ميشات يوا حبستو سيدا حدا أطهد أطلبكو قدعو أما لغو سعيلي أما أجرتو أما عمرضا إيكو سعويسو واد إسكسو نقوني سا تمها جراني سا وحك فاربود أما هدي أول غاربا ملاها أما قفك هدو شرطك أخرين وايو ويدو حج عمر حرتو عمر ذا آدو كقضات أي دعا إلا سوئليو أما سي قفك وذي لها أوايو وحا كركي سنقوني سكفار قد أما هدي سيد إلهي تلمامي واتم الحج والعمرة لله حجك إي عمر ذا إلهي أتام يا لبوناي إلهي فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي هذه اللي ذين حباس أجدك اللي ذين كسور نقا أم أدبكتان أم أدأذي ويسان إلا أن تطانا أنت أركي حرتان إسكتك إن قفك وذ أيوايان أم لبك لمركا قدعا أدو قفك شرطك أخرين وايا وحالك الربا نيف إنو مركا بتحيو لقيتان كاردرك أو لقي درتين حشر ديغا كتر مركا تكتا حربك وعدك بلابيسا طوافك لبرك عضو او صنع اهملها سيدك مساجد دا اوكالي الى ان احاديث توحي تلمامان بيتك اما كعبادا تحيط مسجد كيسا وطوافك ادو قفك طوافك ويكا فينيسا حج اسودكو كبي لابا قفك وطوافيا تضوامر ان الله لا انت احدك او طوافيا وحال لغا ربا انو طاهر اهذا اما ويسقبو دومر كتيك عادة قبا كم ممنوع اني حربك طوافان اما هدي حجينايا ولو اقول يا اعمالها كلا اني قبطان سيدا تقح طورتك عرفة مزدلفة يوحي مركا لامدعا حرمك ممنوع ايو كيهي ناك امول اه اما ناك متقانا اه ليك عادة قبطان إما أنت كلاوا لو أقول يا أيغو طاهر رسول كوحو يري صلاة أو كلاواي أي أشر ديا يانا للطواف أحد كأسغو عريان أما قاوان قبلها وحي كو طواف كرا مر الله لنركي قبان مدبكو ربها أهذا وحكا ممنوع مجر داقيلي مركا هوس لغا قاطو إي كو وقوري لبابا مر عد عد أهنا أمقو أن الدمر كي واكا ممنوع ولي كراهي أيو يا نركي عد عد كأه أما قبلها وحال لغو أمانا مركا كسو هاري عدانك
waxaad arkaysaa maagaha badankooda dhar cadaan inay ku dawaafaan waa shay mamnuuc ah dhar kasta ee labisa ayay qaadan kartaa oo jilbaab ah wejiga inay xirtaan iyo gacmaha ayaa ka mamnuuca dumarka ilaa rag ajaaniba inay arkaynin maahane hadday rag ajaaniba arkayaan wejiga waa daboolan karaan laakiin weji xirka madaxa ku dhega iyo wejigaa ka mamnuuca caayisha waxay tiri haddii aan ahayn nebiga annagoo la xajinayna rugbaan iyo rag haddayna soo maraan wejigeena waxaan ku soo raaricin jirnay jilbaabta iyo dharka aan markaa wadanee weji xirka ah waxaa la rabaa madaxa mid ku dhegan oo kor laga soo laalaadiyo sida daahoo kale wejiga ugu soo noqonaya inuu ahaado ama dharka wejiga ku dhegaya mamnuuc ayuu ka yahay dumarka markay tawaafayaan amay cumraysanayaan amay xajinayaan intaa ka gadaal qofku waa tawaafa dumar rag waxay ku xirmanayaan dharka tolan oo dhan ayaa ka mamnuuca laba go oo cadcad ah ilaa in la waayo maahane sidaa darteed marka la tawaafayo oo rag la gaaro meesha ee xajda aswadka ugu horayntii qofku waa ishaara hadduu taabto uu shumiyo rasuulkaa samayn jiray cumar ibni khitaab ayaa xaji aswad ka shumiyey markaasuu dhahay waa ogahay dhagax inaad tahay waxna ma ii dhibi kartid waxna ma igu anfici kartid laakiin nebigan arkoo ku shuminaya maahana maa qabatuka ma uu ku shumiyan buu dhahay intaan aad iga heshay waad nebigan ku dayanaa sala allahu calayhi wasalam taasoo markaa tilmaamay arrintaasaa markaa loola jeeda haddii qofku uu awoodi waayey inuu isku dhibo ma aha gacanta ku ishaar allahu akbar dheh qofku waa tawaafa duco alla ducaduu rabuu ku ducaysane duco qaasa ma jiro af soomaali ku ducayso af kale ku ducayso af carabi kulli ilaahi waa yaqaana subxaana watacaala sidaa darteed waa tawaafaysaa toddoba mar markuu dhammeeyo qofku waa inuu ku tukadaa maqaamu ibraahim gadaashiisa laba rakacadood ilaahay baa yidhi waittakhiduu min maqaami ibraahiima musalla maqaamu ibraahim meel lagu tugta ka dhigta haddii zaxmay tahay oo meel kale aad weysan meel kastoo ka mida ayaad ku tukan kartaa dhibaata ma laha rakacada koowaad waxaad ku akhrinaysaa faatixa iyo qul yahal kaafiruun rakacada labaad faatixa iyo qul huwa leh taa waxaa loola jeedaa shirki la'aan waayo sanad 360 asnaamaa lagu caabudi jiray kacbada maanta wixii ka dambaysa ma jiray qul huwa allaahu axad allaahu samad waa aayadaha tilmaanta ilaah iyo sifooyinka tilmaama intaa ka gadaal waxaad aadaysaa safa iyo marwa waa tawaafaysaa safa ka bilow marwa ku xiji sidaa ayaa la yeelaa rukniga hoos markuu u soo dega axad koowaadiga uu yimaada labada lambee cagaaran qofku waa ordaa ragga ordee dumarka orodku waa ka mamnuuc sidaa darteed toddobada markaad dhammayso qofku waa gaabsanaa ama waa xiranaa labada xaaladba dumarku ayagu waa inay gaabsadaan keliya oo xirasho korkooda maa cimrada intaasay ku eg tahay sidaa darteed labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka waalmulka laa shariika laka attakbiir takbiirtii waaye idaa ataa qofku hadduu yimaado arukn alaswada rukniga aswadka ah rukn alaswad waxaa loola jeedaa meesha hadda aan tilmaanay marka uu tawaafaayo waa meesha calaamada uu ka bilowda tawaafka taafa annabiyu nebiga wuu taafaa uu tawaafay sala allahu calayhi wasalam bilbeyti beytka ayuu tawaafay calaa baxiirin asagoo rati saaran kullamaa ata rukna mar kasta oo rukniga uu yimaado iyo xajru aswadka ashaara ilayhi bishay-in shay ayuu ku tilmaami jiray cinda wagtiisa ahaaday wakabbara uuna kibaaranayay sala allahu calayhi wasalam xadiidka waxaa laga qaadanaa rasuulka inuu beyt ka tawaafay asagoo baxiir ama rati saaran qofku waa ku tawaafi karaa asagoo sariirta saas loogu wado mashaakil markaa kuma sugna laakiin mar walba uu rukniga yimaado ul haddaad haysato ku tilmaan haddaadan haysan gacantaada ku ishaar allaahu akbarna dheh adducaau bayna rukna alyamaaniy waalxajar alaswadi ruknulyamaaniga iyo xajru aswadka inta u dhexaysa wixii lagula duxaysan lahaa ruknulyamaani waxaa loola jeedaa meesha maqaamu ibraahim markaad sii dhaafto oo xaj ismaaciil aad dhaafto dhanka kale aad ku soo wareegato oo aad u soo dhowdahay meesha xajru aswadka dhinaca ayaa la yidhaahdaa ruknulyamaani meesha ayaa markaa loola jeedaa mar kastoo meesha qofku uu yimaado wuxuu dhahayaa rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaari rabbiyow nasii adduun wanaagsan iyo aakhiro wanaagsan cadaabka xanuunka badana naga ilaali ducaaulwuquufi wuquufka ducadiisa waayo cala asafaa waalmarwata safa iyo marwa marka aad korto iyo markaad u dhowaato waxaad dhihi lahayd lamaa dana sal allahu calayhi wasalam markuu u dhowaaday nebiga min asafaa qara'a wuxuu akhriyey aayadda suuratulbaqara ku jirto ah ina asafaa waalmarwata min shacaa'iri illaahi
فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الصفا wa marka safa si kori rabto adi wadi kori marka socodka dhameeyso bal hada aad si kori rabto aqri aayada inna safa burta safa wal marwa burta marwa min shi'a'ir illahi bay kamidihin calaamaat ka ilaah fa man hajja al bayt wa fi bayt ka hajina ya aw i'tamara ama imraysana ya fala junaha alayhi korki sadab bima ya tawafa bihima إنه قطع وقوى من تطوع خيرا أرجي خير فتصدف إن الله شاكر عليم أبدأ بما بدأ الله به رسول كوحو يروا عن كب العبا يكو إلهي كب العبا إلى محو كب العبا إن الصفا والمروة صفو كب العبا إن المروة والصفا مدهن وحد كب العبا إذا آيات سي كب العبا إن الصفا فبدأ بالصفا صفاء يكب الله بنبيك فرقي عليه وكري حتى رأى البيت مركا صفاء كورت سمركي هكسو تقين كور أسيسو إلا بيتك أبكى أرتوى كعبده فاستقبل القبلة قبلة أيو قابلي فوحد الله إله أيو وحيدي محاوى إله أبو وحيدي ولا إله إلا الله أيو يري وكبره وويني وقال وحو يري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده عند أساد أخرين إسان مركات قرقصي كرته لا إله إلا الله وحده أنجز أفلي يبوهي سوعده وعدي سي يبوهي سي فلي ونصر عبده أدوك سي أكرقاري وهزم الأحزاب حسبيوينك إجمعوينك وحده كلجيس جبيي ثم كفعت دعا وكنت حسن النبي بين ذلك كبينك وقال مثل هذا سرس أيوك العلي ثلاث مرات الحديث وفيه حديثك وعكون حجري ففعل وحوك سمي النبي على المروة برط مروة كما فعل على الصفاء سري صفأوك سمي أوكي الدعاء دعاء يوم عرفة عرف ما لنتين حجك يوم عرفة وما لنت أغبضا إلهي أضوم أولار كحر يا سبحانه وتعالى سيدا درت يوم عرفة وما لن عجيب بضا يوم عرفة وما لن إلهي انتو اسو صوق رحي أدو مديس أسو نواناي ملايبكو كلفا تما في ري أيو لي أدو مديس هل برقوقاس أي وطا أمير كوذا إيكا لوطا لي تما وودا جوغا غني كوذا إي فقير كوذا وحاكم وقت أغبر إي أشعر وحي كيم دين من كل فج عميق تما تو برقاس إيكا نغنى ملايكي انتي عرفتاك إن دبك أطافي أيو لها إلى سبحانه وتعالى خير الدعاء دعاء من أخير بدر ودعاء يوم عرفة عرف ما لنت دعاء لو دعستو وخير ما قلت وحي أن إري أنا أنيغا إيو النبيون نبياشي أو من قبل إيوه رسمتك أخير بدرنا ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير انت عرف اللي قلت عيسى وحلا لا وحد دونتو ادون ادون يا من اخرنا وويديسنيسا الهي الذكر عند المشعر الحرام مشعر الحرام في اكتي سوحي اله لو لا حسي لها مشعر الحرام كي انت واي مال انت عرف اي طماطو فرحنا مركي دعدا لغا سو تغا صلاة المغرب كان لما تكنا يا مالنتا او مستلفا لغو جمعنا ورحنا مركي دعدا تدك عرفا واكسو دقاقا يا مستلفا لإيمانا وهبين كتبانات كان مغرب كي عشاها ميشا لغو جمعنا وعلى سيحنا هبين كتبانات كان نبي ايو ايو سيحذي الى امبريوا يوم حج الاكبر مالنتا حج كوين او هول بدنا لقبنا بقحيا لطورنا حولا لقلا مضحيا لحيرنا طواف الافاضة لسمينا يوم مالنتا طبانات ومالنتا عمل وين مركا لقبناي سيدا درتي دقصو اسكسي حنجري نبيغ هبيغ طبناتك مركا صلاة الصبح لاصو كعوالة كنا ومركا او امتقانا صلاة الصبح او نشو دقص اي اتو كنجري نبيغ مع ذلك ماشا اي قفك جوغا والاقا صو دقاقا انتو دقانتك صو قاطو وحو ايمانا يا مشعر الحرام كسيد اله المامي سبحانه وتعالى عند وذكر الله عند المشعر الحرام مشعر الحرام كأكتيس إلهي كحس ومركب مستلفة لغا صوته مرألا لمركب مستلفة لغا صوته ما مالنت طبناتك ونقحانت تورشدي إذا الله سيسعد واجه مركب بريو صلاة الصبح لسود دكتا لغا صوته لقاقا مستلفة
وحكاهر إمام أي ماشى لغو مغا عاب وادي بطن محصر وماشى مرودياشى لغو حبسي مركي تمعين إني كعبادة كو ويراران أي ماشى إلهي أغو صوتري طيرا أبابيلا شمبرو أو كوح كوحا ماشى مركا تمادا هفاتي سنين من اللي استاغ أرضا لغو مرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينو إمام دونتا ما استاغ إسنامر كي واقود بي ماشى دادات أركي سامانتا بطن محصر كإسك جي جيفا وماشى ذاتك لغو هراغي شيء ما منو عهوى يا مركب بطل المحصر كأد جذبت مشعر الحرام كأحجى ماشى صاد إيماني ساماشى إله لغطوغا إلا واقع وحق وقبريو ورحضة أي صوب بحضه مركب ككذالا لقصوا دقاقا وعلى سوء هذا منو تقحت رشضي وايا ركب صلى الله عليه وسلم نبي حسوك ري القصواء هشي في قصواء هيد حتى أتى المشعر الحرام إلا مش حرام كي أيمن فاستقبل القبلة قبلة أي قاتل فدعاه ودعسته وكبره إلى بويني الله أكبر بوضعي وهلله والتوحيد سدي ووحده ووحيدي فلم يزل كمزو للنبي صلى الله عليه وسلم واقفا إنه تقنانا يؤمش الحرام كحتى أصفر إلا أواقي كبري جدا سفي عنه أكبري مرك صلاة الصبح لسوء الدكتا مستلفة لقصوة تقي وعلى سوء استاقي مش على الحرام ولا تقنانا إلهي الله قطوغا إلا واقع حوق أكبري قرحدا إسولي صبحين لكن إربطي كاد على أبقى ذكر تيسين درسين قرحنا إيسان صبحين فدفعوا صبحي قبل أن تطلع الشمس إنت إيسان قرحنا صوت على نكهر وعزو آذي ماشى الله مقع عابا من إيطور شرطة حانتا التكبير والتكبير عند رمي الجمار مع كل حصات تلبيدي واقو قضي لك حانتي الله طورنا طيحك السمرك الله طوري الله أكبر إن لطهو أيانك قلينا ماشنا التكبير إن لطكبير سدى عند رمي الجمار جمارتي لك حانتا طور شديد أكتيد مع كل حصات طيحك السمعي قيسا تضبط لك عند المرقبة تضفرد سماءها ممنوع ويحالة نوع منك قديس مع ذلك نجح والبمرك أطوريس الله أكبر مثل كلو إنه كتب مرة ككلو إنه كتب مرة نجح أنت الله طوري وإني هذا نجح مثل فرق كل جول إذا أكلوا أت ويريا أم حمص كأكل كاسا مرك الله قلت لك لي أما نجح وين إن القادة ممنوعة ذاتك وحي أمنا الشيطان إنه ماشى فضيه مركة الضوات لك حبا ماتا ذاتك غاركوت إنه كفص وقاتا لعنة الله الشيطان إحنا نوع أصبحاي وحكي مجرى أرنتان تضوات لك كلية كتور طيحك سمركة توريس الله أكبر دي وحكي لو لغو ترسلي ملاها يكبروا قفقوا كبارنا كلما رمى مركز طوريا بحصات طيح عند الجمار جمار الثلاثة إي ست إحدى أكتوذة سدح جمار واي أم وسدح جبل إنت لطور وسدح بورو مالنت طبانات كأ ومالنت إيدي هل جمرات بس لطورنا وجمرة الكبرى أم جمرة العقبة تضبط يحكون فواك تجيسا ومالنت طبانات كأ ماذا حاجة حيراني صاحولة قليسا هدي وحلقوا قليا يهداتو تحيقلي سحرم كد آذي سا طواف الزيارة أم طواف الإفاضة طوافي سا من القصور نقونيسا هبيك كو يطمانات من السيحانيسا صباح ده كو يطمانات ساكي شالي مركي عيدة هيدوحة لطورتي صبحي هوري لكن مالنت كو يطمانات بعد ظهر لطورانا تقحانتا سدحي نقونين بورتا يركب بلو تدحكو حيجي تي شالي او كتورتو ويدين وأغدام بيسا مالنت كو يطماناتك مالنت الله يطمانات ساسو كالي مالنت الله يطمانات قفكو هدو طورتو وحا قبنا انو اسكسو بحكا رسيد إلهي يريف من تعجل في يومين فلا إثم عليه لو ما المطفى كسوتك فلا إثم عليه وحاقوبنا إن السوجوك تو مالنت ستحي طوانات أدان أصوت ورطو فمن تأخر فلا إثم عليه وفي تأخر ستحي طوان سوسوك وحتنا إنتو جمرات كسوت ورطة إسكسو بحا فلا إثم عليه بورا إلهي لمن اتقى للرعسيين تأخر كفضل بدن معناها لكن لبدا حالت ويبنات جماري الثلاثي ثم يتقدم كذبوا هرمرا يقفك ويقف واستاقيا يدعو ويدعو إلى يبطوغا مستقبل القبلة أسلقوا قبلة قابلة رافعا يديه قعمي سكر أتاقيا بعد الجمرة جمرة كذب الأولى إيهوري والثانية اللبات أما جمرة العقبة جمرة العقبة بورتوين فيرميها وطور يقفك ويكبر وكبارنا عند كل حصات طيحك استأكتيسا وينصرف واسكسوا كدوما يا ولا يقف عندها أكتدا لما استاقايو
maalinta tobanaad marka buurta la tuurto ducada ma jirto waa iska soo baxaysaa maalinta kow iyo tobanaad saddex waaye tan yar markaad tuurato qiblada qaabi ilaahay bari tan dhexe tag haddana toddoba dhagax ku dhufo qiblada usoo qaabi inta dadka ciriirigooda ka soo baxdo meel bannaan imow qiblada u jeeso ilaahay tuug ka tag haddana wax yar kadib jamrada ugu dambaysay saddexaad tuuro waa jamratulcaqaba agteeda ha istaaga waa iska soo dhaqaaqaysaa macnaha saddexda maalmood ama labada maalmood oo dambe saasaa la yeela ducaau attacajuli waalamru saari wax kaa yaabiya markaad aragtii amar fudud waxaad dhihi lahayd subxaana allahi allahu akbar labadaa kala dheh subxaana allah qofku waa inuu afkiisa caada uga dhigo wax walba qofku waa inuu subxaana allahi yidhaahdaa dadka gobol ka mida halqabsi ayay leeyihiin qof walba waxbaa u halqabsi ah alla awoowow alla aabow ma ayay iyo waxyaaba la mid ah waxaa fiican qofka hadallada fiican inuu ka dhigto oo caado ama afkiisa uu halqabsi ugala dhigo subxaana allah allahu akbar alxamdu lilah iyo wixii markaa la mid ah maa yafcalu man ataahu amrun yasuruhu wuxuu samayn lahaa qofkii amar farax geliya u yimid kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sal allahu calayhi wasalam idaa ataahu amrun amar hadduu u yimaada yasuruhu ou ku farxo ow ama sayusaru bihi farax gelinaaya khara saajidan sujuud buu la dhici jiray shukran lilaahi tacaalaa shukran lilaahi ilaahay shukrin darteed tabaaraka khayrkiisa batay oo watacaalaa sarreeyey mar allaalla wax ka farxiya hadduu u yimaado rasuulku waa sujuudi jiray sal allahu calayhi wasalam sujuud ayuu samayn jira maanta qayilaadaan bixinaa qofkaa sakareedka ka dhiibnaa waa la boodboodaa cayaaraa la sameeyaa waxyaaba noocaasa arrin faraxsan hadday noo timaado arrin noocaasaa la samaynaa rasuulkana waad u jeedaa shukri ayuu ilaahay ula dhacaa sujuud oo sujuuddan waxaa lagu magacaabaa sujuuddii shukrinta maa yaquulu man axassa wajcan fii jasadihi qofkii jasadkiisa xanuun ka dareema wuxuu samayn lahaa meelaa ku xanuuntay maxaad samaynaysaa marka hore ma gubaysaa waxyaabo kale maa ku samaynay dakhtarka maad geynaysaa maya dac yadaka gacantaada saar cala aladii meesha korkeeda tacallama ku xanuunaysa oo min jasadika jasadkaaga ka mida waqul dheh bismi illaahi thalaata saddex mar waqul dheh sabca maraatin toddoba marna acuudu billaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadiru waa raysanaysaa idin ilaaheeye saddex mar bismi illaahi dheh toddoba marna acuudu billaahi waqudratihi min shari maa ajidu wa uxaadiru acuudu billaahi ilaahay ayaan magan galay wa qudratihi qudradiisa min shari maa ajidu sharta aan helaya xanuunkeedii wa uxaadiru taasaan ilaahay ka magan galay dheh ducaau man khashiya an yusiiba shay-an bicaynayhi qofkii ka cabsada in indhihiisa uu wax ku asiibo wixii marka uu dhihi lahaa idaa ra'aa axadukum ilan cayuumanaasku waa shay dhib badan waxaa loo baahan yahay dadka wax cayuuma ama dadka wax arka ama shay fiican markay arkaan inay aad iyo aad ula dadaalaan khayr iyo wanaagna ay markaa ku hadlaan saasaa markaa la rabaa qofka markaad shay fiican ku aragto u ducay waa inaad dhahdaa maasha allah iyo hadalo markaa la mid ah cunug yaraa la qalad arkaysaa maca daalika say ilmaha u koran aan u koray dhaqso koray amase dhaqso soconaaya dadku waa ku kor hadlaan kan fiiriya iyo waxyaaba la mid ah xaaladda noocaas mamnuuc waayo qofka shay haddaad ku aragto waa inaad ilaahay mahadiisa u samayso una ducayso walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaa allah laa quwata ilaa billaah saasaa markaa la yidhaahdaa idaa ra'aa hadduu arka axadku xadkiin min akhiihi walaalkii ow min nafsihi ama nafsadiisa oo min maalii ama maalkiisa maa yucjibuhu wax ka cajab geliya dukaanuu furto wax yara u saarnaa toddoba maalmood kadib aad aragto dukaankii u kacay falyadcu lahu bilbarakati barakaha ugu duceeyo waa laysxastaaba maanta maxaa laysugu duceeyaa oo khayr iyo wanaag ilaah laysugu baryaa nin walbaa ninka kale uma rabo inuu khayr iyo wanaag gaaro maca daalika walaalkaa u tamini waatay dadku dhahaan walaalkaa khayr ugu duceeya hortiisa adeshiide marka sidaa darteed falyadcu lahu bilbaraka fa ina alcayna xaqun ishu waa xaq buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam isha xaq waayo sidaa darteed waxaa loo baahan yahay dadka in aad iyo aad loo dadaalo khayr marka la arkay wax noocaas ah in ilaahay loo celiyo oo la yidhaahdo maa shaa allah saasaa markaa fiican maa yaquulu cinda alfazaci argagaxa agtiisa wixii la dhihi lahaa laa ilaaha ila allahu ilaahay ma ahe ilaah kale ma jiro dheh xaqnima lagu caabudo maa yaquulu cinda aldabaxi aw annaxri marka wax la gowracaayo ama marka wax la naxrinaayo waa isku macno dhow yihiin laakiin naxriga inta badan waxaa loo isticmaalaa geela
فصل لربك وانحر وضنو إلى إنجيل السيد عادق ملو قال وضنو مع ذلك أسقو تاقل أيام اللقلاء انت لق لك حيره سيدا درتين أيا وحالو باعيها يقفك مركو وحقو رعايو أما وحقالا وحوته لها بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل مني جيني وحلو قال مانت بورنا لو قال حولا قاركود بسنك وابنبا لقول ليه قاسد ناقا بورنا سمائي كو وحلا يقاقية إيو بسنك نمم الله قوم مقا عالو تفسير كان قصو مرني وأنعام لم يذكر اسم الله عليها ومقا حولا أي جر إلى مقعيس أن لقو قليل افتراء على الله إلى ما لقو بين أبورنا جيني بسنك واسنبا لقول ليه وأريد إبضا مع ذلك وحال الربا وحكسر الله قال يا بسم الله والله أكبر اللهم إلهي يومك حقاقي أهاتي ولك أدينا كوسقناتي اللهم إلهي تقبل مني إيجا أقبل لي. وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.